نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بمحافظة السويس بالتعاون مع جامعة قناة السويس بحي الجناي. انضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية وقامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين. للمزيد ينضم إلينا من السويس مراسلنا محمد عادل. محمد، برحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية. مزيد من التفاصيل حول هذه القافلة، هل يعني لديك بعض الأرقام المتعلقة بأعداد الكشوفات التخصصات في هذه القافلة؟ محمد تفضل. تحياتي ندى وتحياتي لكل متابعي اكسترا نيوز من هنا من محافظة السويس وتحديدا من منطقة السيد هاشم، هذه المنطقة التابعة لحي الجناين بالمحافظة، حيث تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها المجتمعي وإطلاق قافلة طبية جديدة في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة مواصلة تقديم الدعم واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف أنحاء الجمهورية وبكل تأكيد في مختلف القرى المصرية. 10 تخصصات طبية تشملها وتضمها هذه القافلة الطبية الموجهة لأهالي هذه المنطقة للكشف بالمجان وأيضا الحصول على العلاج والدواء بالمجان. نتحدث عن بعض التخصصات كالباطنة وأمراض النساء والعظام والأنف والأذن والحنجرة وغيرها من التخصصات المختلفة. هذه القافلة لم تقتصر فقط عند القافلة الطبية فحسب، بل تشمل أيضا هذه القافلة يعني وجود ندوات تثقيفية وتوعوية تتعلق بالإرشاد الزراعي للمزارعين هنا في هذه المنطقة وفي القرى المجاورة يعني هنا بمحافظة السويس وتحديدا في حي الجناين. أيضا يعني هناك فصول لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بمحافظة السويس والعديد من الندوات التثقيفية والتوعوية. هذه القافلة هي القافلة رقم 20 التي تطلقها حياة كريمة في نطاق محافظة السويس منذ أن أطلقت أول قافلة طبية من خلال هذه المؤسسة، مؤسسة حياة كريمة، بالتحديد في يونيو عام 2022، مما يعكس الدور الكبير والهام والدعم طبعا المتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء الجمهورية وبكل تأكيد هنا أيضا في محافظة السويس. يعني ندى قبل أخيرا وقبل العودة إليك، أود أن أشير أن الإقبال على هذه القافلة منذ الساعات الأولى اليوم من صباح اليوم كبير، لم يقتصر الإقبال على فئة بعينها، يعني لاحظنا تواجد الرجال أيضا النساء الشباب الأطفال وأيضا يعني لاحظنا يعني تواجد العديد من الفئات المختلفة وأيضا كبار السن للحصول على هذه الخدمات المقدمة والمتنوعة من هذه القافلة سواء على الصعيد الطبي أو على صعيد الإرشاد الزراعي أو على صعيد أيضا يعني أود أن أشير أن هناك أيضا قافلة بيطرية تأتي ضمن هذه القافلة وهذه القافلة مخصصة للكشف البيطري على الدواب والماشية الخاصة بأهالي هذه المنطقة والمناطق المجاورة بمحافظة السويس. يعني كاميرا إكستر نيوز ندى كانت التقط بعدد من المواطنين والمستفيدين بهذه طبعا القافلة وأكدوا وعربوا عن سعادتهم وامتنانهم بما تقدمه الدولة من دعم مستمر من بينها طبعا حياة كريمة في مختلف المجالات واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. إليك الكلمة ندى إذا ما كان لديك أي أسئلة أخرى. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر مراسلنا محمد عادل مباشرة من السويس، شكرا جزيلا لك.